سلام عليكم، ازيكم يا اقوى صديق في العالم. النهارده مع فيديو جديد وتحديث جديد. النهارده مع تحديث جديد في لعبه اي فوتبول. حرفيا اللعبه اتغيرت خالص، نزلوا مهمات جديده، اطوار جديده، نزلوا يعني الف حاجه. حد بصوا كده، الدوريات المستهدفه، كينج اوف ذا كونديني، ايه الكلمه دي؟ تمام، فيلا بينا وردون نستلمهم. ارجندين، معقول عملوا باكج الارجندين؟ طب دي بقى حلو خالص، نشوفوا على طول. ايوه عملوها. ندخل، استنوا بس حمل اول باكج. تمام، منزلين في بدري وبرناردو سيلفا سيمون. تمام، نمشي شويه كده. تمام، الباكج الثاني منزلين في دي بروين وصلاح وفودن بالشيكيا. ده باكج اليورو، باكج كاس العالم. الدور عرش اديله، لا 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 لا، ومنتخبات. لا لا، اللعبة شكلها حلو علينا. ندخل على دوك باكتش ميسي، ويا رب يا رب يطلع واحد حلو يا رب. اوبا، ميسي 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 ولا مين؟ ميسي ولا مين؟ يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يس يس، مين 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 مين؟ يا يعني بعد كل ده يا عم يطلع ده لاعب مش عارف خل اسم الكورة يا عم. عم ده يا عم، رامون عليكم ليوم الدين. طبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. تمام، ندخل على طول في البكتيات. اوبا، شايفين اللبس اللي فوق ده؟ اديله، استنوا كده. ندخل، اصبروا كده عشان قلبي هيقف، قلبي هيقف. مش بتحمل كل ده. باكج فرنسا، لا 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 لا، مستحيل باكج فرنسا. ندوس ونقول يا رب 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 يا رب. اديله اديله، شكله لعب حلو يا رب. لا لا، وحش. بابي، مستحيل بابي. اوبا، هنا كله كيف كيف كيف. لا 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 لا، امبابي امبابي من اول باكج. اديله يسلموا في الباكج ده كمان. لا 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 لا، امبابي. شوف مين هيطلع لنا هنا. يا رب لعب حلو ده، يا رب عشان نكمل عشان نكمل يا رب. مين جليد صار؟ لا وحش، مش مهم ده، المهم المبابي اللي كلنا حرفيا. واو، ده امبابي. واو، جن يا نهار ابيض على النسخة، يا نهار ابيض على النسخة. ايه النسخة دي يا معلم؟ استنوا استنوا بس كده، مغبروها. ايه النسخة دي؟ يخرب بدا عليك يا شيخ، يخرب عليك. امبابي امبابي، انا دخلت في المهارات من كم اقصد. لا 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 لا، هنا كله. لا، ايه الفيديو الدحفة ده؟ امبابي من اول من اول باكج و95. استنوا كده، اللاعب ده انا ما اعتقد يوصل 101 على ما اعتقد، يعني باين كده. الناس ده كمان ممكن، ولا اقول لكم نحطه بديل؟ ممكن بديل ده. طبعا انا بادي يعني شوية لعيبة كده، هو كمية محترمة خالص. علشان ايه؟
يبقى المنطقة احسن. فبصوا بقى تشكيلتنا الدفاع، وقد واحد من خط الوسط واتنين من الدفاع، ما عليكم، واحد في راس الحرب ما عليكم منه. لكن بصوا بس العناقة بتاعت مبابي، يا سلام، هو ده اللاعب السفاح اللي هيبقى في التشكيلة. يا من وفودن ده صح، فتحت اسمه ايه باكيتش، روح دلالي منه. طبعا انا يعني اللي هيقول انا ليه ما بفتحش معاكم الشاد وكده، فبصوا هو الصراحة هي بتجيلي كده مرة واحدة مفاجأة يعني، فانا بدخل فيها والحمد لله. يعني انا ما كنتش حدد احتمال بانه ممكن يطلع لي حد لو نص واحد يعني، تمام، فيعني اوكي عشان كده فهم بيطلعوا لي، فالحمد لله يعني، بس عشان كده قد يعني ما بدخلش معاكم في الباكتشات وكده، تمام. ندخل على دور في الضربة دي، شو ده في النص، يا نهار ابيض يا طه، انا اول واحد في العالم يضيعها فيا، انا اول واحد في العالم يضيعها. حرام ده. ندوس على دول في المباراة ونبدأ نشوف بس ايه البطولة دي. استنوا كده، اللعبة هتتهوس علينا ولا ايه؟ ده ضفوا بدا جديد، ندوس عليه، تخيل، يا سلام، اليورو، اليورو كوبا امريكا، لا 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 لا، اللعبة اسطورية يا حبيبي. دخول على دول، هيكون نختار فريق اكيد 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 بورتو خيلو ولا مين؟ لا برتغال احسن قرار، برتغال بس اوكي، ما مش مهم، البرتغال احسن نادي. فين دخول؟ ندخل هنا، ماشي. دي احنا هنتدلع بقى ولادي فوتبول، اديله ندخلها مبتدا، ايوه ندخلها كده مبتدا. طبعا النبي كده، ايه الحلويات دي كلها، ايه ده، هي إيه دي المجموعه بتاعتنا، فيها جمهوريه تشيك، جورجيا، تركيا، سهلات، بدل ما احنا بنلعب بدون كريستيانو رونالدو. تمام، نشوف بقى مين ينفع ومين ما ينفعش. تشكيلة حلوة، بس بيبي الصراحة انا بعتمد عليه اكتر، مش عارف ليه بحب كده الواد ده، بحسه بانه بيبقى مضحي كده ساعات، فهو كده الناس اللي ده يعني، دي ما فيهاش كلام، دي ما فيهاش كلام. وبرناردو السيرف اكيد بدل تياكو كوستا، لا ما ينفعش، ممكن مره كده يعني، فول شواو فيليكس وكريستيانو دول ما فهمش بدي. اول حاجة قدام جمهورية التشيك، 4-5 من النقاط الاقل في 3 مباريات، ندوس البرتغال امام جمهورية التشيك، ماشي يلا بقى بينا. بصوا بقى، انا هقوس البس اللبس النيو ده، ما ينفعش احنا الاثنين نبقى لابسين نفس اللبس، يبقى صندوق حر بس السر، تمام. يلا بقى بينا، استعدوا، انا طبعا دخلت مبتدئ يعني علشان لسه عاوزين يعني نام. بصوا انا هلعب ماتش واحد بس، وان شاء الله هنسلها سلسله في المباراه بان احنا نحاول ان احنا نحقق اليوم، تمام، يعني هي هتبقى سلسله، تمام. مش كريس اديله بوب 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 بوب، امسي يا كريستيانو، لا 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 لا، جنونه الله اكبر، اديله
الكرة دخلت كسرت كل حاجة قدامه، كسرت ساد نفسها الحال. راموس كان لحقتها. رافائيل ياولي يا ولد يا لياو. كريستيانو اوف، لقد حلو الصراحة، قضاء حلو. اديها لي بنانا سيلفا كان يسجلها. شوف فيليكس كان لح يضيع. كريستيانو ظل الشيطان الاسي بداخله، والهدف الثاني يا ولد اديله يا دون. طبعا كريستيانو انا اكتر لعيب بحبه، اي واحد بيحب كريستيانو ينزل تحت يكتب في الدالات. رامس يا رامس مالكش حق يا باب انك تضيعها. ايه يا راموس اللي انت بتعمله ده يا راموس؟ طبعا اللي هو هيقول هو المفروض اسم عبودة، لا اسمه راموس، انا مش عارف اقرا اسمه الصراحه كده. هو اسمه شيكسك اسمه ما بيتكراش، اسمه الوان كانه كده، ما مش مهم، احنا نقوله له يا راموس خلاص. تمام اديله كريس ديان والهاتريك. يا عم ميرسي دنده يا كريستيانو. دمام الدلاتة. طبعا احنا هنلعب ماتش في كوبا امريكا وماتش في اليورو، ده ماتش اللي في اليورو كده ان شاء الله. يعني انا مش هعرض لكم نص كده، وقت كفايه بانه اعرضه لكم، ونبدا على طول ان شاء الله ماتش. تمام بس بعد ما نخلص كده ودي بس كده اديله بس كده كفايه. وطبعا الشوط الاول بيخلص 6-0. استنوا بقى بصوا بس على الهدف ده كده، ده انا بنقول لكم يلا بينا على كوبا امريكا. بس بصوا بس الهدف ده، استنوا يلا يا رامو. بصوا شوف فيليكس مسكها بس شبكه على طول وراموس. وبص ده هو صراحة مش هدف، بس بص لم الاول لم الدان. شوفوا الهدف ده وقولوا مين احسن واحد بيعرف يراوغ. شوفوا بس الهدف المحترم ده من كريستيانو، مسك الكورة بص اللفة والحطة. يا نهار ابيض ايه ده ايه ده، ايوه كده. بص الصراحة عادية جامدة. وانا هسيبكم اخد 3 دقايق باين. ايوه اتحدىكم كل واحد متوقع اني هجيبها ينزل تحت يحط رايك، واللي مش متوقع يا حط اشتراك. اوكي بصوا بس كده اللفه دي بس كده كان ممكن. طب دي بقى دي هنشوف. اي لسه This. لا وقفتنا في اول ماتش في يورو. طبعا ان شاء الله انا هعمل لها سلسله وهنشوف، احاول مني افوز في اليورو مع المنتخب اكيد
البرتغال يعني مستحيل مش منتخب زينا عشان انا مش اسد نفسي كريستيانو والبرتغال. فيلا دوس الدالي على طول وبص فزت كام؟ 12-0 12-0 مرتاح مرتاح يا مرتاح مرتاح حرفيا صراحة اللعبة حلوة وبقى في حاجات حلوة كتير زي ما كنت بشوف لا ندوس على طول ونمشي بصوا بس هنلعب كوب امريكان بس اقول لكم ممكن نجربها في حركة تانية كده عشان الحركة دي بصوا 15 دقيقة بس فممكن لو الحركة دي وصلت 10 رايك بس يعني 10 رايك او 5 ان شاء الله نسلمكم كوب امريكان فكده هو ده احنا نكون خلصنا حركتنا وان شاء الله تكون احلى حركة واتمنى تعجبكم وبص الصراحة كده هو دي اللعبة منزلة كمية تحديثات لسه يعني انا موريتهالكمش بس منزلة كمية تحديثات رهيبة ان شاء الله الفيديو ده وصل 5 رايك هنسلكوا بقى التحديثات وكده واللعبة حلوة قوي تمام فكده هو تكون وصل نهاية حركتنا واتمنى انكم تصلوا على النبي ودنسوا تحت تصلوا عليه ووحد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.